يا الرحمن الرحيم، ازيك يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض مسائل مراجعه على القسمه وعلى خواص الضرب ان شاء الله. القسمه خدناها قبل كده على رقم، لما يقول لي مثلا العدد 492 عايزين نقسمها على 2، كنا بنقسم من الشمال ونقول 4 على الاتنين في الاتنين، 9 على الاتنين فيها الاربعة، بقى 1 لان التسعة الاتنين موجود فيها 4 مرات، او تقول 2 في 4 ب8 قريبة للتسعة، بقى 1 بقى اسمها 12 على 2. 12 على 2 بتعطيني 6، فيبقى خارج القسمة 246. هنا اسم المقسوم وده اسم المقسوم عليه وده خارج القسمة. طيب عايزين نتأكد ان الحل صح، بنضرب المقسوم عليه اللي هو 2 في خارج القسمة اللي هو 246 يديني المقسوم، يبقى المقسوم بيساوي المقسوم عليه في خارج القسمة. يبقى لو عايزين نتأكد هنضرب 2 في 246، نضرب من اليمين كده 2 في 6 بكام؟ ب12، بقول 2 واطلع بالواحد، 2 في 4 ب8، 1 9، و2 في 2 بكام؟ ب4. يبقى دليل التأكد طلع فعلا صح اهو. يبقى انت تاخد بالك من القاعدة دي، بتقول لك ان المقسوم بيساوي المقسوم عليه في خارج القسمة زائد الباقي، يعني لو في باقي بنجمعه. دي في حالة لما تبقى قسمة ايه؟ غير منتهية، في باقي. في علامة تانية يا ولاد للقسمة غير دي، بنعمل علامة القسمة دي كده. هنا بنكتب المقسوم وهنا المقسوم عليه وخارج القسمة. نفس التمرين 492 على 2، لاحظ ان ده عدد زوجي لان اقوله 2، العدد يقبل القسمة على 2 اذا كان احد رقم زوجي. لما نيجي نقسم هنقسم من الشمال، اقول 4 على 2 فيها الاتنين اهي، الـ2 في 2 بـ4. طب 9 على 2، 9 على 2 فيها كام؟ 2 في كام تعطيني 9؟ مش هينفع، يبقى الـ2 في 4 هي القريبة، اقول له 2 في 4 بـ8، ويتبقى 1 عشان تبقى 9، تحط هنا تبقى 12 على 2 فيها ايه؟ فيها 6، فبقى خارج القسمة 246. طيب يجي لي سؤال تاني يقول لي مثلا عدد 512 عايزين نقسمها على 2، هنقسم 5 على 2، الخمسة فيها كام 2؟ الخمسة اهي فيها كام 2؟ 5 صوابع همت فيهم الاتنين موجودة مرة وكمان مرة مرتين، يبقى الخمسة فيها الاتنين موجودة مرتين وتبقى 1. أو واحد تاني ممكن طالب تقول لك لأ، أنا الخمسة على 2، 2 في كام تعطيني 5؟ ما ينفعش، أشوف القريب اللي هو 2 في 2 بـ4، فاهمين؟ بعد الأربعة 5 بقى 1، بقت 11 على 2، 2 في كام تعطيني 11؟ مش هينفع، أقوم شايف اللي قبلها، الاتنين في إيه؟ في 5 بـ10 هي القريبة، يبقى الـ2 في 5 بـ10 ومكتبين 5 هنا، وتبقى 1 حط فوق الاتنين بقى اسمها 12، 12 على 2 فيها 6، تمام؟ طيب مسألة تانية يا حبايبي، يبقى تاخد بالك إن المقسوم بيساوي المقسوم عليه في خارج القسمة زائد الباقي لو كان في باقي عندك، لكن مفيش باقي زي دي كده اسمها قسمة منتهية، لكن القسمة يبقى فيها باقي اسمها قسمة غير منتهية، تمام؟ يبقى المقسوم عليه في خارج القسمة زائد الباقي بيساوي المقسوم. ده المقسوم وده المقسوم عليه اللي هو 2 وخارج القسمة 246. طب العدد مثلا 492 عايزين نقسمه على 3، مثلا سؤال زي ده، هنقسم ازاي 492 على 3؟ نفس العدد بس هنقسمه على 3، 4 على 3، الأربعة أكبر من 3 تقبل القسمة، فيها 2 فهتقسم وتبقى رقم، الأربعة اتقسم على 3، 3 فيها 1 بقى 1، يبقى الأربعة فيها 3 واحدة وتبقى 1. يبقى 19 على 3، 3 في كام؟ هتعطيك 19، ينفع؟ لا، نشوف اللي قبلها، ده في ان ال 3 التلاتة في كام تعطيني رقم قريب من 19، اللي قبل 19 18، ال 3 في كام 18؟ الستة. الستة، لو كاتبين الستة هنا يا ولاد لان هي قريبة، نقول بعد ال 18 19، بقى 1 هنا، حط فوق الاتنين، بقت 12 على ال 3، ال 3 في كام ب 12؟ ال 3 في كام ب 12؟ التلاتة في أربعة. أهو، يعني دي بقت قسمة إيه؟ منتهية، لأن مفيش صفار، مفيش حاجة باقية. يبقى لو كان في باقي كنا كتبناه معانا، لكن ده مفيش إيه باقي، هي صفرت خلاص بقى فيها صفار. تعالوا نشوف تمرين تاني كده، أوجد خارج قسمة العدد 607 على 9. 6 على 9 متنفعش، لازم الرقم عشان ينفع يتقسم يكون قده أو أكبر منه. الستة على 9 صغيرة مش هتنفع، قوم حاطط صفر كده، وتاخد الستة مع الرقم اللي جنبها بقى اسمها 60، 60 على 9، 9 في كام؟ تديك 60، ينفع؟ شوف العدد قريب، جدول 9، الستة في 9 بـ54،
السبعة في تسعة في 63، يبقى انت ممكن تسعة في تعمل، تسعة لا 81 كبيرة، احنا عايزين اقل من الـ60، نقوم جايبين جدول تسعة هنا، نقول ستة في تسعة بـ54، سبعة في تسعة بتلاتة وايه وستين، دي كبيرة يا استاذ مش هتنفع. طالما كبيرة يبقى هناخد مين الرقم اللي قبليها، مين الرقم اللي قبليها اللي نفع اللي هو الستة، يبقى لو انت ضربت ولقيت العدد اللي طلع رقم كبير من المقسوم يبقى مش هينفع ان انت تطرحه منه، يبقى ده مش هينفع، ناخد مين الستة هي اللي نفعت، يبقى الستة هي اللي نفعت، يبقى انت في الهامش بتجرب تجرب الجدول هنا، يبقى الستة في تسعة بـ54 هي نفعت. نطرح صفر ناقص أربعة ينفع؟ هنستلف بقى الصفر ده بقى 10، 10 ناقص 4 اديني 6، ودي بقت 5، 5 ناقص 5 بصفر، نقوم منزلين السبعة بقى 67 على التسعة، تسعة في كام تديك رقم قريب لـ67 أهي، 7 في 9 بـ63 قريبة، لأن اللي بعدها 8 في 9 تعطيك 72، صح؟ دي كبيرة مش هتنفع، هتقوم واخد مين؟ 7 أهي، 7 في 9 بكام؟ بـ63، اطرح 7 ناقص 3 يبقى 4، يبقى ده في باقي، يعني القسمة دي غير منتهية، يبقى أنت تقول له هنا الباقي 4، يتبقى معاك 4، فهمنا؟ يبقى العدد 607 على التسعة هيساوي 67، وتقول له والباقي 4. مهمة جدا المسائل دي، هنتعود النهاردة بقى على مسائل كتير من النوع ده، نتعلم عن القسمة المطولة وازاي نشوف المسائل اللي فيها الباقي، خلاص؟ يبقى لما تيجي تقسم بتعمل علامة القسمة المطولة وتقعد تشتغل عادي بالطريقة دي. شوف تمرين تاني، يقول لي هنا اوجد خارج قسمة العدد 629 نقسمها على التلاتة، يلا نقسم كده، ستة على التلاتة تعطيني كام؟ ستة على التلاتة بيساوي يعني تلاتة في كام تديني ستة؟ اتنين. اتنين، ايوه خليك سريع شوية معايا بسرعة يا ولاد، خلاص نفعت اهي. طيب اتنين ينفع تسمع تلاتة؟ لا من صغيرة ونحطين ايه؟ صفر، صفر بقى اسمها 29، 29 على التلاتة، 29 على التلاتة فيها كام؟ يعني تلاتة في كام قريبة للـ29؟ التلاتة فكرنا؟ التلاتة في سبعة، تلاتة في سبعة بكام؟ 21. لسه في كمان التلاتة في تمانية بكام؟ بـ24. والتلاتة في تسعة بـ27. يبقى هي القريب صح؟ يبقى التلاتة في تسعة بـ27، ممكن كاتبين تسعة هنا. طب هيتبقى كام؟ هنعد من 27 لـ29، الباقي كام؟ اتنين، نقول له والباقي اتنين، يبقى العدد ده لما يتقسم على تلاتة بيديني 209، ونقول له والباقي اتنين. طيب الباقي هنعملها ازاي؟ ستة على التلاتة فيها اتنين اهي، ننفي تلاتة بست ونطرح، يبقى انت بعد ما تقسم اللي يطلع بره تقوم ضربه، ننفي تلاتة بست، تطرح نزل اتنين، اتنين صغيرة ونحطين صفر وننزل رقم كمان، 29 على التلاتة فيها تسعة، اللي تلاتة في تسعة بـ27، وتبقى كام؟ بقى اتنين، يبقى الاتنين ده اسمه ايه؟ الباقي، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الباقي. الباقي، يبقى هنا 629 على تلاتة هو اللي يساوي 209 والباقي اتنين. طيب سؤال تاني، العدد 594 على ستة، يلا نقسمها كده يا حبايبي، الشاطر يقول، مين الشاطر يحلها معايا؟ ها؟ يلا يا حبيبي قول، 5 على 6 تنفع؟ نحط ايه؟ صفر. بقت اسمها 59 على 6، 6 في كام؟ يعطيني رقم قريب لـ59، عدد قريب لـ59، جدول 6، ها؟ الـ6 في كام؟ أقرب لـ59، 6 في 9 بكام؟ بـ54، لو كاتبينها 9 وهنا 54، وبعدين نطرح 9 ناخد منها 4، يتفضل كام؟ 5. 5، جميل، وخمسة ناقص 5 صفر. اللي مكتبش، ومنزلين الأربعة اللي بعدها، بقت 54 على 6، الستة في كام بـ54؟ الستة في كام ها؟ أنت لسه قايلها الوقت، يركز معايا يا حبيبي، ها؟ ستة في كام بـ54؟ 9. تسعة، أنت لسه قايلها أهو،
تمام يا اولاد، ركزوا معايا ما تسرحوش، ماشي؟ ركزوا حبايب. يبقى انت دي بقت قسمه نوعها منتهيه، القسمه دي قسمه ايه؟ نوع منتهي. منتهيه، والقسمه دي غير منتهي لان فيها باقي، يبقى دي قسمه انتهت خلاص وخلصت، لكن دي لسه فيها باقي فهي ما انتهتش، ماشي؟ اسمها قسمه غير منتهيه. طيب تعالوا نشوف تمرين تاني. يلا، العدد 962 على 7. يلا يا حبيبي، هنقسم 9 على 7 فيها كام؟ 9 على 7. 7 في كام؟ تبقى قريبة للـ9. 7 في 1 بإيه؟ بـ7. 7 في 2 بـ14 كبيرة، صح؟ أو تقول الـ9 فيها 7 واحدة وتبقى 2، تقوم كاتب 1 هنا لأن الـ1 في 7 بـ7. يبقى الهامش ده ممكن تدرب وتجرب فيه الضرب. انت عايز تقسم 9 على 7، 7 في كام قريبه لل9؟ لقيت 7 في 1 ب7، لقيت 2 في 7 ب14، 14 دي كبيره ما ينفعش تاخدها، تقوم راجع للي قبلها اللي هي 7 في 1، تقوم كاتب هنا ايه؟ 1، 1 في 7 اهو بايه؟ ب7. وبعدين تطرح 9 ناقص 7 يبقى كام؟ 9 ناقص 7 بيساوي اهي 2 اهي. انت معايا؟ ركز معايا على الشاشه يعني، بص معايا، 9 ناقص 7 تبقى 2، وننزل الـ6 بقى 26 على 7. 7 في كام؟ يدينا عدد قريب لل26. فكر كده، عندنا الهامش اهو بنجرب فيه. ها، 3 في 7 ب21. جميل، يبقى 3 في 7 ب21. لو مش عارفين بنجرب الجدول في الهامش، نقول لنا 4 في 7 ب28 كبيره، او ما ينفعش اقوم واخد مين اللي قبلها اللي هي 3 في 7، بكتب ال 3 دي بره، اقوم جاي 3 ده اللي هي هتتضرب في 7، دي بتتضرب هنا في 7 اللي هي 3، تتكتب فوق الرقم ده، يبقى 3 في 7 ب21 تتكتب هنا، يبقى الخطوات تاخد بالك منها. وال 3 في 8 ب24 قريبة برضه. احنا في جدول ايه؟ 3 3 في 7 مش جدول 8. احنا في جدول 7 يا حبيبي، ركز كده. ال 3 في 8 برضه. لا لا لا، احنا في جدول 7 مش بتجيبش جدول 8. انا بقول لك 7 في كام قريبة لل 26؟ 7 في 3. لكن السبعة في 4 28، ما يقولش بقى جايب بجدول تاني تقول لي 3 في 8، لا انا بقسم على السبعة، بشوف 7 في كام قريبة لل 26، 7 في 3 يديني 21، وبعدين نطرح هتبقى 5 وننزل عليه الدور اللي هو الـ2، بقت 52 على السبعة، 7 في كام قريبة لـ52؟ 7 في كام قريبة لـ52؟ فكر كده، فكروا يا ولاد، جدول 7، ها 7 في 7 بكام؟ ب 49. تمام، 7 في 8؟ 7 في 8 ب 7 في 8 ب فكر. 56. بص بقى كده، شايف معايا؟ انت جبت 56 اهي، ينفع 56 تتطرح من الـ52؟ لا يا كبيره، ما ينفعش تعمل جنبها غلط كده، انت مش هتاخدها يعني، وتقوم واخد اللي قبلها جنبها صح. يبقى لو انت جبت رقم كبير ما ينفعش، ارجع للي قبله. يبقى السبعه دي هتتضرب في 7 يديك 49، تقوم طارحها من الـ52، 2 ناقص 9 ما ينفعش، هنستلف. ها، ينفع الاثنين ناخد منها 9؟ نعمل ايه؟ نستلف. نستلف. نستلف من مين؟ 5. 5 تبقى كام؟ 12. الاثنين 12 ماشي، والخمسه ركز معانا يا حبيبي، ركز، الخمسة ما ناخد منها 1 تبقى كام؟ هي 4 اهو، بقت 12 ناقص 9، عد من 9 لحد 12. ها؟ 3 جدع. و4 ناقص 4؟ 4 ناقص 4 0. يتكتب هنا؟ لا. تمام، كده خلاص مفيش حاجة هتنزل، خلاص أنت كده خلصت، بس ده اسمه إيه؟ باقي. الباقي، يبقى أنت وصلت إن الـ 962 على الـ7 بيديني 137، والباقي كام؟ 3. والباقي 3. لازم تكتب تقول له ان ال 962 دي لما قسمتها على 7 ادتني 137 واتبقى معايا 3. فهمنا؟ سهله ولا صعبه؟ سهل. طيب ركز بقى في اللي بعدها معايا. العدد 548 هنقسمها على 6. يلا، 5 على 6 تنفع؟ ينفع الخمسة أقسمها على 6 ولا صغيرة؟ صغيرة. مينفعش، أحط صفر وآخد الخمسة دي مع اللي جنبها، بقت 54 على 6،
ها ستة في كام يعطيك 54؟ بسرعة ستة في الشاطر كام؟ يقول بسرعة. ها ستة في كام يا ولاد؟ ستة في كام 54؟ ستة في تسعة. جميل، قوم كاتب تسعة هنا وتقوم كاتب ال 54 تحت، لأن ستة في تسعة 54، تطرح وتقوم منزل مين؟ التمانية. التمانية، التمانية بعد ما نزلت تيجي تقسمها على الستة تنفع؟ مش التمانية أكبر من الستة؟ بس أنت يا أستاذ نزلت التمانية صح؟ لازم تجيب زيها؟ لا مش لازم، عادي ممكن نجيب رقم. ما هي دي بقى تبقى قسمة غير منتهية زي اللي قبلها. يعني ما تنزل التمانية، أنت طرحت ونزلت التمانية، لازم تقسم، ما تخلص ما تسيبش المسألة بقى وخلاص كده أنت خلصت، لا لازم تقسم الرقم اللي بتنزله بتقسمه. فهمت؟ يعني بعد ما بتطرح تنزل عليه الدور. بعد ما بنطرح يبقى خطوات قسم ضرب طرح وبعدين ننزل عليه الدور. لو ما فيش حاجة تنزل يبقى خلصت، لكن أنت نزلت رقم لازم تقسمه. يعني ما تسيبش المسألة. ماشي؟ تقول له 8 على 6، ها؟ 8 على 6 فيها كام؟ 8 على 6 بيساوي ال 8 فيها كام 6؟ ال 8 فيها 6 واحدة. أيوة 6 واحدة، شاطر. هم كاتبين واحد هنا لأن الواحد في 6 ب 6 والباقي 2 أهي. 6 تكتب هنا ناقص وتكتب هنا 2، ده الباقي. خلاص؟ الباقي بتاعنا 2، دي معنى الكلام يا ولاد. هم كاتبين في الآخر نقول له 500 48 لما نقسمها على 6 هيديني 91 والباقي 2 اهو. فهمنا كده؟ طيب مسألة كمان. العدد 409 على 3، ها 4 على 3. بسرعة قول بسرعة، على 4 فيها كام 3؟ ثلاثة واحدة. أيوة واحدة، يبقى الواحد في ثلاثة بثلاثة أهو. نطرح أربعة ناقص ثلاثة. أربعة ناقص ثلاثة بيساوي أربعة ناقص ثلاثة بيساوي واحد. بص كده معايا، شايف اللي أنا بكتبه؟ واحد أهو. نزل بقى الصفر بقت 10 على 3. 10 على 3 بيساوي العشرة فيها كام ثلاثة؟ تلات تلاتات. تلات تلاتات، شاطر. يبقى أقول ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بكام؟ تسعة. تسعة. والباقي واحد. الباقي واحد. نزل بقى اللي عليه الدور، في حاجة تنزل ولا كده خلاص؟ كده خلاص. كده خلاص خلصت صح؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ لا لسه في رقم هينزل، هي دي بس التسعة من الضرب، ركز معايا تاني كده. أربعة على ثلاثة فيها الواحد، واحد في ثلاثة بثلاثة طرحنا، هننزل الصفر. بعد كده قسمنا 10 على ثلاثة فيها الثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، نطرح. بعد ما بنطرح بننزل عليه الدور، مش طرحت؟ لازم تنزل بقى على الدور اللي هو التسعة، التسعة لازم تنزل هنا. فاهمني؟ ما تلخبطش بين التسعة دي والتسعة اللي هنا، التسعة دي جت نتيجة الضرب 3 في 3. أنت لما طرحت بقى واحد وتنزل بقى على الدور التسعة، بقى 19، كمل يلا. 19 على الثلاثة، الثلاثة في كام؟ تبقى تديك عدد قريب ل 19. جدول ثلاثة، فكر، سمع جدول ثلاثة. ها؟ حد قالها يا ولاد؟ 3 في 6. شاطر، 3 في 6 بكام؟ ها؟ 18. يعني اكتب 6 فوق هنا؟ اه. ايوه 18، نطرح. هيتبقى معاك ايه؟ واحد، تقول الباقي واحد. واحد. يبقى نحب نكتبها ازاي بقى؟ هنقول 409 دي على 3. 409 على 3 بيساوي 136 والباقي واحد. ماشي. السؤال اللي بعده يا حبايبي، عايزكم بقى توقفوا الفيديو وتحلوا ده، نشوف مين الشاطر اللي هيحلها صح. 525 على 5، يلا هوقف الفيديو معاكم اهوت وكلنا هنحلها. يلا يا حبايبي كده جميل اهي، برافو عليك يا حبيبي شاطر. عايزكم تبقوا كده يا ولاد تحلوها صح كده. 5 على 5 فيها 1، 2 على 5 ما تنفعش، 25 على 5 فيها 5، بقت دي قسمه منتهيه وخارج القسمه بقت ايه؟ بقت 105. جدع شاطر، 105 ممتاز. عايزكم انتوا كمان يا ولاد تبقوا شاطرين كده عشان تاخدوا درجات ايه جميله. تعالوا نشوف مساله تانية، يلا برضو هنحلها مع بعض، هنوقف الفيديو وتحلوها شوف حلوكوا صح ولا غلط. العدد 495 على الاثنين، يلا وقف الفيديو كده. ماشي برافو عليك يا حبيبي. يبقى 4 على 2 فيها 2، 9 على 2 فيها 4، 2 في 4 ب 8 وبقى 1، بقت 15 على 2 فيها 7 وبقى 1. جميل، يلا كمان يا حبايبي. ها حليتوها صح كده؟ اتاكدوا من الحل. تمام يلا.
مسألة تانية برضو انقلوها وقفوا الفيديو وحلوها. العدد 794 على 2. يلا حبيبي، تمام، برافو عليك يا حبيبي، شاطر. يبقى 7 على 2 فيها 3 وتبقى 1، 19 على 2 وال 2 في 9 ب 18 وتبقى 1، 20 يبقى 19، حط الواحد هنا بقت 14 على 2 فيها 7، ده قسمة منتهية. تعالوا بقى نشوف مسائل برضو على خواص عملية الضرب اللي شرحناها قبل كده زمان. هنا يقول لي مثلا 2 في 5 بتساوي 5 في نقط. ال 2 في 5 هي نفسها ال 5 في ايه؟ تبديل. تبديل 5 في 2، يبقى 2 في 5 بكام؟ ال 2 في 5 ب 10. ممكن تجيب ايه؟ 10. 10. تمام؟ طيب دي اسمها خاصية، في خاصية تانية اسمها خاصية توزيع. يقول لي مثلا 39 عايزين نضربها في 99. عشان نحل التمرين ده يا حبايبي بنستخدم خاصية توزيع الضرب. توزيع يعني الضرب هنوزعه ازاي؟ ال 99 دي افكها عبارة عن 100 ناقص 1. 99 دي 100 ناقص 1، يقول له 39 اهي في، وافتح قوس 100 ناقص 1. خدوا بالكم اسمها خاصية توزيع الضرب على الجمع والطرح. دي مسألة طرح، يبقى توزيع الضرب على الطرح. يبقى ال 39 دي يا ولاد هنقوم ضربينها في ايه؟ في 100 ناقص ال 39 في كام؟ في 1. بناخد ال 39 ده اهي نقوم ضربينها في الأول ونقوم ضربينها في التاني. 39 في 100 يبقى 39 وجنبها الصفرين. ماشي؟ عشان تحل زيها دلوقتي. خلاص يا ولاد، يبقى أنت ال 99 دي، دي كانت المسألة الأولى خاصية إبدال، الخاصية التانية اسمها خاصية توزيع. 99 دي فكيناها 100 ناقص 1 عشان نضرب رقمين في بعض، وإحنا ما خدناش أصلاً إزاي نضرب عددين في عددين، فبنستخدم التوزيع ده أهو، طريقة التوزيع عشان تسهل لنا الحل. يبقى 39 في 100 ناقص 1 ولا 39 في 100 ناقص 39 في 1 أهي. نطرح الصفر ده يبقى 10 ودي تبقى 9 ودي 8. 10 ناقص 9 ب 1، 9 ناقص 3 ب 6، وننزل ال 8 وجنبها ال 3. كده استخدمنا خاصية ايه؟ التوزيع لإيجاد عملية الضرب. طيب مسألة كمان على التوزيع يا أستاذ، يقول لي مثلا 2 في العدد 199، عايزين نستخدم التوزيع. ال 99 دي عبارة عن ايه؟ مين اللي بعد ال 99؟ مين اللي بعد ال 99؟ مين؟ لا 199 مين اللي بعدها؟ 199. ما هي زي اللي فوقها، اللي فوقها كانت 99 قلنا اللي بعدها 100 ناقص 1. يبقى بتاخد اللي بعدها وتنقص من 1، ال 199 تقول 200 ناقص ايه؟ ناقص 1. 200 ناقص 1. فهمت؟ مش ال 199 بعدها 200؟ يبقى 200 ناقص 1. تقوم بعد كده قايل 2 في 200 ناقص 2 في ايه؟ في 1. 2 في 200 هنقوم ننزل الصفرين، وال 2 في 2 بكام؟ بأربعة. ناقص 2 في 1 ب 2، 400 نشيل منها 2 يبقى 398. يبقى انت كده ضربت العددين في بعض وبدون ايه؟ استخدام الضرب المباشر، استخدام خاصية توزيع الضرب على الطرح. في كمان يا ولاد مسألة توزيع الضرب على الجمع، بيقول لك مثلا العدد 995 في 1001. عشان نضرب 995 في 1001 هنعمل ايه؟ هنفك ال 1001 دي ل 1000 زائد 1 من اسمها. يبقى تجيب 995 في 1000 زائد 1. خد بالكوا يا حبايبي دي مسائل مهمة جدا، ماشي؟ في المنهج الجديد بتاعنا، خلاص؟ يبقى نيجي نشتغل، هنعمل إيه يا أستاذ؟ هنوزع، إيه نوزع؟ ناخد الأولاني ده نضربه في 1000، وبعدين ناخد الأولاني نضربه في 1 ونحط بينهم علامة الجمع، أهي. يبقى 995 في 1000 و995 في 1. لما نضرب في 1000 هننزل التلات أصفار وجنبها العدد. ماشي يا حبايبي؟ يبقى 995 وجنبها التلات أصفار. وهنا 995 في 1 ب 995. لما نجمعهم 995 وهنا 995، يبقى العدد 995,995. فهمنا الطريقة؟ دي كانت مسائل على إيه؟ على التوزيع. في خواص تانية للضرب اسمها خاصية الدمج. يعني الدمج ده عشان احل بيها الدمج، ماشي، الدمج او التجميع، ماشي، اسمها خاصية الدمج او التجميع. بنعملها ازاي؟ يعني بنجيب عدد نضربه في التاني ونضربه في التاني. زي مثلا 9 في 3 في 2. 9 في 3 نحطهم من جوه قوس، والاتنين نسيبهم بره ونطلع الناتج. جميل، ده في الضرب. طيب في ارقام مهمه في الدمج بناخد بالنا منها، يا اما 2 في 5 بتدينا 10 تحفظها، يا اما 4 في 25 ب 100، يا اما 8 في 125 ب 1000. دايما في مسائل الدمج بيجيب الافكار دي. يعني يقول لي باستخدام خاصيه الدمج اوجد ناتج، يقول لك 2 في 37 في 5.
اول حاجه يا ولاد عشان المساله دي نحلها هنبدل، هنقوم جايبين الاثنين كده في 5 وبعدين 37 كده، عملنا خاصيه اسمها ايه؟ ابدال. كده استخدمنا خاصيه الابدال ان احنا بدلنا، جبنا الاثنين جنبها 5. ليه؟ لان المساله عايز ابسطها، بدل ما اضرب 3 اعداد وتبقى صعبه باخد رقمين اضربهم في بعض واللي يطلع يتضرب في الثالث. يبقى انا هبدل الاول حسب القاعده اللي فوق، الاثنين في 5 ب10، اقوم جايب الاثنين في 5 مع بعض عامل ابدال. الخطوه اللي بعدها اقوم حاطط الاثنين في 5 جوه قوس وهنا في 37. يبقى احنا هنا استخدمنا خاصيه ايه؟ الدمج، واللي فوق استخدمنا خاصيه ايه؟ الابدال. ماشي. يبقى 2 في 5 بكام؟ ب10، و10 في 37 تبقى 370. يبقى الخاصيه اللي استخدمناها هنا اسمها خاصيه ايه؟ الدمج او التجميع. الدمج او التجميع. ماشي. التجميع دي كانت بتجي لنا فين؟ مسائل الجمع اللي هي الدمج زيها بالظبط، بتجمع حاجتين مع بعض جوه ايه؟ جوه قوس. تمام. اسمها ايه؟ الدمج. طيب مساله تانية ممكن ناخد مساله في الجمع. بالنسبه لمسائل الجمع بنبدل حسب مكونات العدد 10، يعني مثلا نقول 59 زائد 36 زائد 21. هنا لما نيجي نستخدم الابدال والدمج بنجيب العدد الاوله 9 مع الاوله 1 عشان يديك 10، اللي هي مكونات العدد 10. مكونات العدد 10 اللي هي 9 والواحد والثمانية والاثنين والخمسة والخمسة والستة والأربعة. فالعدد هنا أوله 9، اللي أوله 9 جمع الأول 1، فهمت؟ فتاخد 59 مع 21 زائد 36. أنت عملت إيه؟ إبدال ودمج مع بعض، الإبدال والدمج، خاصية إبدال ودمج مباشرة. تمام. 9 و11 0 و1 على 5 تبقى 6 6 و2 8 أهي، زائد 36. 6 و0 هي 6، وبعدين 8 و3 ايه؟ 11. يبقى العدد ده بينتمي موجود يعني في ايه؟ في الاعداد بتاعتنا اللي احنا بناخدها، عدد موجود. خلاص.